شلون الصحه؟ الله يخليك. من العظميه سكن؟ نعم. شلون العظميه؟ والله زين. زين شو يحتاج لها؟ يحتاج لها شيء معين حتى تتطور، حتى تكون اجمل؟ هي ماكو انا يعني ماكو كل اهتمام بالعظميه. ماكو اهتمام. يعني صار نسقيت بس قاعد هسه جدك هسه يقول لك هذا نفس المكان. يعني هي كل شيء ماكو، كل تطور ماكو. خدمات ماكو. خدمات ماكو؟ وين؟ دور البلدية شنو بيه؟ ماكو وين شنو شو يا بلدي وينها؟ وين سووا أمك؟ أكو شيء سووا أمك؟ ليش ما مسوين واجباتهم؟ وينها؟ مثل شنو أكو تقصير؟ يعني مثل شنو؟ يعني ملتزهات ماكو. بالعظمية بابية ملتزهات؟ ماكو وين بيها؟ يعني وسائل راحة ماكو. الطفل وين يروح؟ مناطق خضراء بالعظمية ماكو؟ وين أكو وياك؟ زين، صار ليش العظمية متمين؟ إيه أنا هذا بالنسبة بالنسبة لنا هالمنطقة بالنسبة للسفينة بعيدة عليها. أها. جات هناك هاي سووها المستلم المقبرة شافها حديقة مثلاً. كانت حديقة النعمان بها العالم الفردية. قريبة لي استطلع الكون مش حديقة النعمان مو موجودة؟ إي عسى كلها بفلوس. ولا صارت. استثمروها بفلوس. إي ولا استثمروها. فبالتالي ماكو مكان عام للمواطن. اي يعني ماكو كل شيء. كانت النعمان والتصاب بها قاعة مال مدينة الاعراس وحجزوها كليتها. يعني ماكو بعد هاي سابقا شنو كانت؟ كانت حديقة هي عامة حديقة بس خلوها سووا بها قاعة سووا مال مدينة الاعراس مال الاعراس وحجزوها كليتها هم مو ماكو. يعني اعطوها استثمار. ماكو ايش سووها يعني هي اساسا قاعة مال الاعراس. وبعدين بيو سيجوها يعني ما حد يطبيها. هذا مو كده على النهر مالنا. روح شوفه المسخ. روح شوفه اذا كذا. زين انتم مقابلكم اكو كورنيش الكاظميه، اكو اهتمام به، اكو ضفاف. هسه هذا تعبر الجسر مال الكاظميه. سالنا قبل ما تعبر جاي الحديقه مال 14 تموز. روح شوف. ليش ماكو اهتمام بكورنيش العظميه؟ روح قول لهم مسؤولين. يلا احنا نشكرك ونشكرك استاذ، نشكر جزيل شكر. لا هي يعني شو تسوي هاي؟ يا اسد قاعده جدك تقول لك هو نفس هاي نفس البيوت نفس المحلات نفس هذا كلهم ما تغير شكله. فالتطور يعني العظمية هسه كانت شالت هذا ما سووه منتزهات اثنين صارت مقبرة مع الشهداء. تأسست مقبرة ما شاء الله ماكو يعني اللي هي كانت قبل متنزهة مقبرة؟ كانت متنزهة سووها هي عشان منطقة مال العظمية وقصوها سووا مشات بيوت قصوها سووها منتزهة. تالي صارت هاي مال الطائفية والأحداث سووها مقبرة. تأسست لي عيني حتى كان معجبك ماكو يعني اكو مجال مشي هم صار جرايم رب يحفظكم مديرتكم ويحفظ ان شاء الله قناه الثلوجه وسلمتنا على استاذ نور الحمداني الشريف. شكرا جزيلا لكم. هلا جزيلا.